السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي صورة تخيلية لكوكب الأرض لو المياه لا قدر الله نشفت. فتخيل الشكل، مفيش حياة خالص، مفيش أي حياة للبشرية، مفيش أي حيوان ممكن يعيش. يعني في تصور إيه ممكن الكارثة اللي ممكن تحصل للعالم بتاعنا. كل الكوارث بتقول إن ممكن يكون في نوع من الحيوانات تقدر تكمل، تمام؟ ممكن في بعض الابحاث بتقول الصراصير، وفي بعض الابحاث بتقول الخنازير، يعني حسب نوع المشكله اللي ممكن تحصل، تمام؟ دي في بعض الادب التخيل العلمي. بس المشكله الوحيده اللي لا يمكن يبقى في حياه بعديها هي عدم وجود المياه، لان ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. وسبحان الله، في حديث جميل جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم عدى على سيدنا سعد، فلا بيتوضا، تمام، بيعمل شعيره من شعائر الاسلام، تمام. فراح قال له: ما هذا يا سعد؟ ايه الاسراف اللي في الميه ده؟ فقال له: افي الماء اسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جاري. يعني لو في نهر ماشي كده وانت بتتوضى ما تصرفش في الميه، لان احنا لازم نحافظ على الميه. وبالذات في الايام الاخيره ديت وجدنا ان الميه بدات تنشف في اماكن كتيره باسباب طبيعيه، تمام. يعني في ايطاليا مثلا، في مدينة فينيسيا كان فيها يعني الشوارع كلها مية وكانت حاجة سياحية، المياه بدأت تنشف. جنوب أفريقيا مش لاقيين مية، وبدأت الناس تقف صوابير، حتى الناس الأغنياء، عشان ياخدوا يملوا جركة المية دي عندهم في البيت. عندهم مشكلة كبيرة جدا في موضوع الجفاف دي. ولما تقريبا شهر المطرة مطرت، كان فرح في البلد كلها إن ربنا رزقهم بالمية ديت. فسبحان الله، احنا لازم نحافظ على الميه، تمام. سيبك من المشكله بتاعت سد النهضه والحاجات دي، لان دي حاجات سياسيه. الميه دي اغلى حاجه، اغلى يعني، كل قطره ميه يعني تساوي حياه انسان. في مجاعات كتيره جدا في دول افريقيا، في ناس كتيره مش لاقيه الميه، في ناس بتتوفى على اساس مش لاقيه تشرب. فلازم نحافظ على الميه، لازم قدر الامكان. يعني مفيش حاجه اسمها ترمي الميه، لا، الميه دي حاول تستخدمها، حاول تعيد استخدامها، حاول ان انت مش عشان الميه مثلا رخيصه او كده تقدر فيها وتغسل باسراف، تجيب 10 جلاكن عشان تغسل العربيه بتاعتك، او تفتح الحنفيه طول اليوم. لا، حاول قدر الامكان تقلل استهلاك الميه، لان دي اغلى من الذهب والفضه والمعادن النفيسه لو انت مش لاقيها. فقريت ناس مثلا اللي بتصمم تحاول تشوف ايه افضل الطرق عشان اصمم حاجه كويسه والناس ما تبقاش متضايقه فيها، وفي نفس الوقت يكون استهلاكها بتاع الميه قليل. في بعض الاجهزه في الادوات الصحيه او حاجه زي كده بتخلي استهلاك الميه قليل، تمام. زي مثلا على سبيل المثال، ابسط حاجه القعده بقى فيه زرار ريب مثلا، لو انت عايز ميه قليله او ميه كتيره، بدل ما يبقى هو زرار واحد في ايا كان الحاجه الموجوده من تستهلك ميه كتيره. فدي من ضمن الحاجات مثلا، او الشاور في حاجات تستهلك ميه قليله، وفي نفس الوقت الانسان ما بيبقاش قاعد متضايق او حاسس ان الميه قليله. فاتمنى باذن الله ان شاء الله الناس تبدا تهتم بموضوع الميه دي كويس جدا، وتحاول انها ما تستهلكش ميه اكتر من اللازم. يعني انت بتستهلك الميه اللي انت محتاجها بس، الزياده ده اسراف، وده حق الاجيال اللي جايه، واحنا كده بنظلمهم معانا.